احنا موجودين في خربة المفقرة في مسافريات، في مسافريات تجمعات مسافريات طيب تفتقد لكل مقومات الحياة الأساسية لأي بني آدم أن يعيش فيها. بالتالي في مسؤوليات على الجميع، على الحكومة الفلسطينية بتعزيز صمود المواطنين في هذه المنطقة من خلال في البداية تعزيز اقتصاد المواطن الفلسطيني البسيط على هذه الأرض وعلى هذه المنطقة المستهدف من قبل الاحتلال ومستوطنية، من خلال تقوية المشاريع خفض الضرائب على المواطنين، وبالإضافة إلى ذلك اللي هو البنية التحتية، استمرار بالعمل البنية التحتية تسهيل حياة الناس المعرضة لكل العقاقات والسباقات. والله بالنسبة للبنقص، بنقص عيادات، بنقص مدارس، بنقص شوارع، بنقص شبكة كهرباء، بنقص كل الخدمات تقريبا. رسالة الناس بتطالب في الحكومة انه تغير الوضع، توصلهم شوارع، توصلهم كهرباء، توفر لهم الحماية من المستوطنين. الواحد اليوم بطل يأمن يقعد في دار، بطل فيه أمان، بطل فيه أمان على الشوارع، بطل فيها مانع السيارات، سيارات القانونية صاروا يصدروها ويخذوها. شو ظل فيها؟ المعاناة اللي تقريبا شبه يومي اللي هي مضايقات المستوطنين في الطرقات، في المراعي، حتى في البيوت هنا بمرقوا بذايقوا بقيموا بحطوا.